إذن جامعة العميد، أي باب من هذه الأبواب سيتم اختياره للسؤال الخامس؟ الاختيار صور تراثية إن شاء الله. صور تراثية، إذن نذهب إلى صور تراثية ونشاهد السؤال الذي سيكون لكم في هذا الاختيار. والسؤال يقول: صورة لمجموعة من شيوخ عشائر كربلاء، إلى أي عقد تعود هذه الصورة؟ هل إلى الخمسينات أم الستينات أم السبعينات؟ عليكم التركيز في الإجابة، ونتمنى أن توفقون في اختيار الإجابة الصحيحة والوصول لها. الوقت خمسينيات أم ستينيات أم السبعينيات؟ اختار الإجابة خمسينيات. الخمسينيات، نتمنى أن تكون إجابة موفقة. بالنسبة فريق جامعة العميد، سؤال كان حول يعني صورة قديمة لبعض عشائر كربلاء. طبعا كانت الإجابة موفقة، وراء أعتقد كان استنتاجكم بأنه صورة هي قديمة جدا، يعني قديمة. نعم الملابس، نعم هو يعني يعني نعم بالسبعينات سبعتوها لأنه قريبة، وكذلك فكان اختياركم جدا موفق لأنه طبيعة الصورة هي قديمة. أحسنتم، فموفقين إن شاء الله. التراث الكربلائي هي موجودة في هذا الصورة. موجود، هذا طبعا دليل آخر هذا، فموفقين إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور.